السلام عليكم. اهتزت بلدية المعذر بولاية بتنا على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب في مقتبل العمر يدعى مهدي جرامو ينحدر من ولاية خنشلة، وهذا بعد أن وقع خلاف بينه وبين أحد أصدقائه المقربين، فقام الصديق بالاعتداء على صديقه بواسطة أداة حادة أرداه قتيلا. وحسب شهود عيان، الجاني استولى على سيارة الضحية مهدي وهرب إلى وجهة مجهولة. للإشارة المغدور مهدي جرامو فقد والديه وشقيقه في حادث مرور أليم قبل 3 سنوات، تغمدهم الله برحمته الواسعة.